تضم الدفعة السابعة من كتيبة المشاة الصينية المتجهة إلى جوبا عاصمة جنوب السودان ما مجموعه 700 ضابط وجندي، ومن المقرر تقسيمها إلى فريقين منفصلين لتولي المهام الأمنية والدوريات والحراسة وحماية المدنيين ومهام حفظ السلام الأخرى. 70% من الضباط والجنود شاركوا في تدريبات مشتركة متعددة الجنسيات لحفظ السلام ومسابقات عسكرية دولية وأريحة من الأشطار الكبرى. من خلال 3 أشهر من التدريب لدينا القدرات المطلوبة لحفظ السلام. سينطلق الفريق الثاني من كتيبة المشاة الصينية السابعة إلى جنوب السودان إلى منطقة البعثة في أواخر شهر ديسمبر الجاري، وفي الوقت نفسه سيتم تنظيم الدفعة السادسة من كتيبة مشاة حفظ السلام في فريقين للعودة إلى الصين بعد الانتهاء من تسليم المهمة. وفي السنوات الخمس الماضية أرسل الجيش الصيني 6 دفعات من كتائب مشاة حفظ السلام إلى جنوب السودان، والتي لعبت دورا مهما في استقرار الوضع المحلي.